أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكرة هي أفيونة الشعور، وصلاح نجح فقط في هذا الأفيون وأجاد، فلا تنتظرون منه دعما للقضية الفلسطينية ولو بكلمة لإخواننا في غزة. صلاح يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم بيحسبها، لأن صلاح عنده مصالح ستضر، ومصلحته كواحد عايز ياكل عيش زي غيره، يعني يعمل نفسه ميت. صلاح مش أبو تريكة، صلاح مش أبو تريكة، الاتنين فعلا لعيبة كورة، ولكن الفرق في من يستخدم وجاهته لإيصال صوت المظلومين للعالم، واحد تاني يعمل نفسه ميت. فرق بين السماء والأرض، ده الفرق بين صلاح وبين أبو تريكة.